بالمجهودات والإمكانيات المحدودة العزيمة موجودة، فبالعزائم يكون الرجال، حيث تمكن مهندسي قاعدة الأبرق الجوية من إصلاح طائرة مقاتلة متوقفة منذ أكثر من 20 سنة. قاعدة الأبرق الجوية شرقي البلاد كان لها دور بارز بين حرب التحرير بمساعدة باقي القواعد الجوية، ودورها الأكبر كان في محور الفتايح شرقي درنا، وعرف على طياريها الحكمة واليقظة والانقضاض السريع. الفتحة تكون للقوات المسلحة اللي الآن يواجهوا في الإرهاب، نقول لهم أن نحن وراكم، وأن قاعدة الأبرق بإذن الله سوف تمدكم بالطائرات، والطائرات مجدات ممكن حتى تلقي نظرة، وإن شاء الله فنيين قايمين بكل الإجراءات اللي يشتغلوا في الصبح والليل، والغرض أنهم يجهزوا هذه الطائرات اللي حتكون تغلب موازين القوى في, 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 في هذه المعركة القائمة. ها هي اليوم تستعد وتعمل على تجهيز إمكانياتها لمساعدة عناصر القوات المرابطة عند تخوم العاصمة في خطوة تلتحم فيها كل مكونات المؤسسة العسكرية لدحر العدو خارج مدينة طرابلس. هذه الطائرة من نوع ميج-23 كانت خارج خدمة السرب النفاذ منذ أكثر من 20 سنة، والآن بسواعد الأبناء الوطنية جمعت قطع غيارها ولملمت معداتها وأطرافها، وكانت في الخدمة عند موعد محدد لتنضم لشقيقاتها في سلاح الجو الذي شكل نسورا جارحة تنقض على كل مرتزق مارق.